الحمد لله، السلام عليكم. إذا كنت يعني من الناس الذين يغضبون بسرعة، يعني يتعصب، يعني شديد العصبية، وتتسرع في القرارات لما تكون في حالة غضب، يعني تكون في حالة غضب تتسرع في القرارات، ويعني يوميا عندك الأعصاب، تتعصب بسرعة وتغضب وشجار دائما، ماذا يجب أن تفعل؟ أتيتك بآية لفك هذا المشكل. الآية ستراها في الشاشة. بسم الله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تقرأها 111 مرة على السكر وتنفث فيه 3 مرات، وتطيب به الشاي، تحضر به الشاي والقهوة وتشربه يوميا لمدة 21 يوم. وإذا أردت أن تفعل على ماء فقط، يعني تفعل على كأس من الماء في الصباح، تقرأ عليه هذه الآية 111 مرة وتنفث على الماء وتشربه، سيزيل الغضب منك والتعصب، تسرع في القرارات. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.